تمام تبين اساعدك في شيء؟ تبين شيء؟ لا خلصت هذه الدفعه الاخيره. لا تشوفيني كذي ترى ابدع لك في المطبخ انا. اي ادري ادري على هالاكل اللي مسويته. ودي اعزم العماره اللي يمنا وعمارتنا والعمارات المجاوره. لا انشغلتها بقلبك يعني. علنا الارضات يا الغالي حبيبي. ظهر ظهر شاء شاء. يلا 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 تحرك تحرك بسرعه. الحمد لله. الله يخليك يا اخي. بكير عليه ولساته نهار. هلا 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 حياك 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 تفضل حياك. لا على عندك فقره بس. العريس واقف. اي حط حط مفتاحك هلا هنا. يا زكاة. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. الف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك 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 يا حبيبي. اهلا بيك. خالتي مريم. اي ناطرينك. هلا راح اقول حق امك. اوكي. ماشي. تفضلت مبروك يما. استريح. مبروك مبروك ضرار. يلا مبارك ما عملتي عريس. تسلميني طول عمرك الغالية. يما يما وين مريم وين مريم؟ عند رفيجتها. اوه خندق عليها خندق عليها. لا والله ما ندق عليها شبين فيها. هي جرت لي شريط وقالت لي راح تعطيني اياه. طلعت وما حطتني اياه. زين ليه ردت تعطيك اياه وتشوف الفيلم؟ لا لا الحين الحين دق عليه الحين. يلا تعالي يلا ادق عليها عند رفيجتها عشان اقول لها تعالي اعطي اختك فيلم. يما يما خندق عليها انا بيها قاعده بروحي. ظنك ما تستحين وتجي لي الحين، الحين انا قاعده معاك مزبره تقولي قاعده بروحي. ابي اختي ابي اقعد مع مريم. ويا خويا بنت قاعده طالعه متولي معاي اهو. اوه ما احب متولي خاص خاص. ما لازم. انا راح ادق عليها. اوف. يلا يا جماعة يلا تفضلوا على العشاء. يلا 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 حياك حياك تفضل. يلا حياك يلا حياك بسرعة. نادي نادي حياكم الله. حياك تفضلوا تفضلوا حياكم. يا سلام هلا حبيبتي. تفضل حبيبي عليكم بالعافية وقدركم. دعوة ليش دعوة يما عليكم بالعافية عليكم بالعافية. لا يمي بالسلطة منك. يلا انت عملتي ذاك الشيء يا شيخة. عودي ما تقعديش تقولي انت قبل ساعات. عودي يلا يما خلص متولي خندق على مريم. لا اله الا الله عليك وعلى لبحتك على علامك انت. كل هذا حب تشوفين الفيلم كل هذا حب للفن. قلت لي امالك عليك وعلى الفن. يما خلاص انا راح ادق على مريم خلاص انا. شو شادية ما اخذتي شوي؟ لا لا هذا الاسود انا بتشائم منه. ما جبتوا لي هذا الابيض الحلو اللي ملون اللي عليه هذول. يا خلاص لا ان شاء الله عاد لا يعلى على اكلك. حبيبه قلبي تسلمي. مشكوره وايد على شيء حبيبي. هذا مو قدرك. كان ودي اسوي لك شيء اكبر اكبر. لا 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 هذا خيك الله يفرجكم. حبيبي اعطيتي درج شويه. انا عايزه مو تو تسوي رجيم الحين عايزه مني. لا 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 يا أمر مريم راح في يصير يصير نجرب هذا الأسود نشوف شو. جربي جربي هذه والله حلوة. لا لا تحبين طيبة طيبة طيبة. ألو هاتي أهو. ألو هلا يما. هلا مريم وينك في يما؟ يما كانك أنا تعشى بيت رفيجتي. هاو لا تأخرت ترى هذه كانت قلبي أختي. تعالي لها بسرعة. متتي الحين أقول لها سمري تعالي بسرعة. إن شاء الله يمه إن شاء الله ما راح أتأخر. هذا أنا قلت لك تأخرتي ما يصير ترى والله هذبحها الرجع. لا تتأخر لا تتأخر. زين زين يلا مع السلامة. متى قالت متى قالت تبتي؟ تعالي أقول لك حزاية. تعالي بس تعالي تعالي أقول لك حزاية. عرفت شلون؟ حلوة نيجي رجوي الحلوة. ثريا ثريا طالع يدوقيني تقول علي بالعافيه. تدلع عليك تدلع عليك. تدوقي من هذا ولا تسمعي كلامي ولا تسمعي كلامي؟ لا حسمع كلامك استشهد. ثريا في حدا ما عم يسمع كلامي. الناس نامت وانا عيني سهي. الحين ما تقولي ايش حق قلبك؟ صار لي ساعة حاجيك وقني لك وما بقى شيء ما قلت لك وانت قاعدة دموعك اربع اربع. شو له؟ قلت مريم عينتي ليش ما يد؟ لا ما حق وجهي. يلا عاد عن اليور. يلا قولي ايش فيك حق تبكين؟ علامك؟
ليش كلها بس مريم تطلع بروعها وانا كلها بس اروح الطبيب بس الطبيب؟ بسم الله على قلبك يا امري، بسم الله على قلبك يا يمه. مريم من قالت تطلع بروحها؟ مريم ما تكبر الا وصفيه معاها. لا كلها تطلع بروحها، كلها تطلع بروحها. مريم عندها سياره وانا ما عندي. كلنا بالبيت تحت امرك، كلنا تامرين فيه، انا والسواق والاولي والتالي وصفيه. والله لا تقولي لي الحين وديني اليابان، حجزتك وديتك اليابان. ما ابي اروح اليابان. ايش تبي؟ ابي عندي سياره. خلاص خلاص حبيبتي. كلنا بنحط سياراتنا تحت امرك والسواق تحت امرك والدنيا تحت امرك واللي تعملين فيي تنبع الشمين. وان شاء الله اذا الله عاني اوعدك وعد يعني انا اللي بطلع وعن مش سواقه بعد الشمين. إيه لحجة البقر على قرونها عاد صدق ما هو؟ قولي لي لحجة البقر على قرونها. ايه يلا. الو هلا رجوء، هلا حبيبتي. وينك مريم؟ ليش تأخرتي؟ كاني جاية بالطريق حبيبتي. أنت من مساحة وأنت تقولين أنا بالطريق أنا بالطريق. يلا تعالي حبيبتي. أنت صدقيني الحين ربع ساعة وراح أكون عندك. حلفي إن شاء الله حبيبتي، صدقيني ربع ساعة وراح أكون بالبيت. زين إيش قالت؟ تقول هي جاية بالطريق، ترى تأخرت. زف فيها إذا جت. وعزفها بيش؟ عزفها شوية العنب وشنيتها. زين عشان مرتان لا تتأخر تخليني بروحي في البيت. أمرك أمتي تامرين أمر الشيخة. حليلهم شفتيهم يا حلوهم والله. سرايا وبنتها يجننوا. والله كانت الدمعة بتفر من عينها. اي والله صحيح. خالتي مريم؟ هلا ذرة. فطريني بالسيارة. هلا ذرة. خالتي انت من اللي قالت على العزيمة؟ اختي قالت لي. ليش؟ انت قاعدة تتواصلين معاها؟ يعني من تحت لتحت بس ما حد يدري. زي خالتي انا خايف عليك، يعني ما له داعي اللي قاعد تسوينه. يعني انا الكل يدري ان انا اجي هني. انتي ومن موظف حرص عليك انه وما تبي اي احد يجي هني. يعني ترى اللي انا قاعده اسويه لا هو عيب ولا هو حرام، ترى عادي. هذه اختي وياي اشوفها. زين مو بس امي موظف ما ترضى عليك، حتى انا ما ارضى عليك. ما ترضى ان انا ازور امك؟ هذه امي، انا ملزوم قدام رب العالمين اني اوصلها واحاسب على هالشيء. لكن انت كلش ما له داعي اللي قاعد تسوينه. انا مو قاعد اسوي شيء غلط. قلت لك هذه اختي ولازم ازورها. انت اللي ما قعدتي تزور امك، ما قعدت تشوف اخوانك. ترى هم انا من حقي اشوف اخواني. اي بس انا قاعد ازور امي بالدرجه الاولى. هم انا قاعد ازور اختي بالدرجه الاولى. يا اخي انت ليش ما راضي تفهميني خالتي؟ انا خايف عليك، انت اللي قاعد تسوينه قاعد تعصين امي موضي. يعني كاهي امي عصتها وشوفي شنو صار فيها. انت ما خافت تعص؟ انا ماشيه وبروح البيت، لو بغيت شيء تعرف وين تلاقيني. يا حلو يمعة الأهل يمه، صدق استانسنا فاقدين هالشيء. الحمد لله. يمه خالتي مريم تهبل، كان زين على طول نزورها وتزورنا. يمه نقدر نزورهم؟ لا طبعا. ليش؟ صراحة ما تدرين يعني. أدري وما أدري. يمه شو السبب اللي ما يخلينا لا نزورهم ولا يزورونا؟ خلاف قديم ما أحب أتذكره لأنه ما له داعي. لا يمه لا داعي. ويا حالات ويا حالات اللي بعدين. مريم يت مريم. ييت حبيبتي ليش تأخرتي؟ ليش تأخرتي؟ ليش تأخرتي لهالحزة؟ وين هاي كيس المج؟ هي هيات يما الله يهداك، قلت لك بروح أتعشى عند رفيجاتي. يا الله ما يحضر لا أكلك ولا كرفيجاتك، أنا بنتي تدخل عليها الحزة طوال الليل، شو يقولون واجب عني في رجلك؟ شو يقولون إني تخلص بنتي هالحزة؟ شو أسوي يما؟ ما حسينا بالوقت. هم مرة ثانية أحسس بالوقت قصبا عن يد اللي أبوك، فهمتيني؟ ما كنت طلعة مع أمك عبان هذي، ما كنت طلعة مع صفية، أنا وديت وأنا جبت، وأقعد بالسيارة أحط مطارتي وشاي وقروضاتي وأنطرك، الشوفير ربعك تردين لي. إن شاء الله يما إن شاء الله. انت بعد التنوره كل شويه قصريه قصري التنوره بعد قصريه زياده. يلا يلا خلينا نشوف الفيلم، من زمان انا ناطرتك. استغفر الله يا
هلا. السلام عليكم. هلا ابوي وخلفت وايفي. هلا والله. هلا يمه شلونك؟ هلا حبيبي. هلا يمه. واي يا زينات الله. هلا يا حلاتك. شلونكم؟ عساك تمام الحمد لله. يا حلاتك ويا حلا طلتك علي يا حلاتك. الله يطول بعمرك.